السلام عليكم، معكم دكتورة رحاب زكي، مدرس طب الأطفال بوحدة الصدر والحساسية. محاضرتنا النهاردة هتبقى عن التشست بين. هنقدم الحالة أو المحاضرة بتاعتنا من خلال كيس. الكيس بتاعتنا عبارة عن 7 year old boy with a 5 day history of cough, fever, right side chest pain and increased work of breathing. He had been healthy and he had received all of his immunizations. He was seen by his family doctors 3 days ago and started on a course of oral amoxicillin to treat community acquired pneumonia. They tell you that despite 3 days of antibiotics, he hasn't gotten any better and has still been having fevers at home. يعني هو طفل 7 سنين من خلال كان عنده complaint of cough or fever right side chest pain ودزني. اتشخص من خلال فاميلي دكتور بتاعه ان هو عباره عن دي نيومونيا وبدا ستارت تريتمنت في صوره اورال امكسلين ولكن نوت ريسبوندنج. من خلال اكزامينشن البيشنت كان ريتابل ويز لاينج سوباين ان ذا امرجنسي روم بيد ويز هيز مام اند داد ات ذا بيد سايد اند هي هاد ويت ساوندنج بار. شفنا الفايتال ساينز، لقينا تمبريتشر 38.6 سنتيجريد، دي عباره عن هاي جريد فيفر، ريسبيراتوري ريت 40 بريت بير مينيت، بما ان الطفل 7 سنين وريسبيراتوري ريت 40 ده معناه ان هو تاكيبنيا. الهارت ريت 120 بيت بير مينيت، البلاد بريشر كان 90/68 ده نورمال بلاد بريشر، والاكسجين ساتوريشن كان 89% اون روم اير. هنا البيشنت كان هايبوكسيك، وبالتالي كانت الخطوه الاولانيه اللي عملها الفاميلي دكتور او ان هو في الامرجنسي سوري الدكتور في الامرجنسي روم ان هو حط البيشنت على اكسجين من خلال نيزل برونش. بعد كده اتعمل الريسبيراتري اكزامينشن بالانسبكشن، كان عنده مايلد سبكوستال اند انتركوستال ريتراكشن، هي هازنت هاف اني بريفرال اور سنترال ساينوسس. من خلال البالبيشن ما كانش فيه تندرنس على الشيست وول، وكان عنده ديكريز الشيست اكسبنشن وريديوز الموفمنت على الرايت سايد. بالبركشن كان فيه دالنس تو ذا رايت لانج بيز، هو كان ستوني دالنس تمام، والاوسكالتيشن كان نورمال فيزيكولر بريث ساوند على الليفت، ولكن الرايت سايد كان ريديوزد على الرايت سايد وكان موجود كان ابسنت اير انتري اند ذا رايت لانج بيز. اذر فيزيكال اكزامينشنز وير انريماركبل. طيب الاسئله بتاعتنا، why is a child not responding to medical treatment, what is the possible diagnosis, what is the differential diagnosis, how to confirm the diagnosis and what is the treatment. في الاول خالص why is this a child not responding to medical treatment، يعني هو اتشخص على انه community acquired pneumonia من خلال الكلينيكال سيمبتومز اللي جاي بيها ومن خلال examination او من خلال examination تمام، وبدا ان هو على حسب السن ان هو بدا اورال امكسين ولكنه مش ريسبوندنج. فاحنا عندنا اول حاجه هنفك ازاي ليه الحاله دي مش ريسبوندنج. اول حاجه انه ممكن تكون مشكله في البيرنتس نفسهم ان هم نوت كومبلاينت تو تريتمنت، يعني مش بيدي الانتيبيوتيك زي ما الدكتور وصفه، ان هو ان الدكتور نفسه ادي انسفيشنت دوز من التريتمنت، او ان هو مش تارجتنج الاورجانيزم، يعني ان هو شاكك في اورجانيزم معين فادى ان هو الستريبت مثلا وادى عليه النيومكو وادى عليه الاورال امكسين هو اورجانيزم ثاني تمام، او ان هو ان تكون في مشكله في التشايلد نفسه ان هو يكون اميونو كومبرمايز. ودي طبعا نفيناها بالجمله الاولانيه ان التشايلد ده كان ووز هيلثي اند ريسيفد اول هيز اميونايزيشن تمام، او ان هو البيشنت يكون عنده او الديزيز نفسه ان هو فعلا يكون كوميونيتي اكوارد نيمونيا ولكن عدم الاستجابه ان النيمونيا دي بقت كومبليكيشن. طب هنشوف بعد كده وات از ذا بوسيبل دايجنوزيس، ان الحاله موستلي بما ان كل حاجه احنا من خلال الهيستوري مع الاهل نفيناها ان هو بيدي الجرعه مظبوطه وبيدي الانتيبيوتيك في ميعاده وهو في كومبلاينس، ان الحاله دي كومبليكيتد نيمونيا عباره عن رايت لور لانج بارا نيمونيك افيوجن. في الاول خالص ايه هو الديفينيشن اوف بلورال افيوجن؟ ده عباره عن ابنورمال اكسسيف اكيوميشن اوف فلويد انسايد ذا بلورال كافيتي. طب ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع الحاله دي؟ ان احنا عندنا حاله عندها رايت تشست بين تمام، رايت تشست بين ده ممكن يكون ليه اسباب كتير، ان هو يكون ماسكول سكليتال ديس اوردر، الماسكول سكليتال ديس اوردر زي مايوزايتس، او ان هو عنده مشكله في البون، يكون مثلا في عنده فراكشر في الرب، ان هو يكون عنده ريسبيراتي ديس اوردرز زي مثلا عنده بليرسي، عنده نيومونيا، عنده سواء برونكو نيومونيا او لوبر نيومونيا تمام، ده اللي ممكن يعمل لي تشست بين. انه يكون عنده جسترو انتستاينال ديس اوردر زي مثلا جسترو اسوفجيال بلاك ديزيز، او عنده اسوفجايتس، ان هو يكون كاردياك ديس اوردر، عنده اي نوع من انواع الاريزم يعمل له تشست بين، او عنده مايكارديال انفاركشن، او يكون سايكوجينيك زي اللي بنلاقيه في الفينيل في الادلسنت فينيل، او ان هو يكون ايديوباثيك مش معروف له سبب تمام. طيب ممكن افكر تاني ايه هو
differential diagnosis بقى بتاع الحاله دي اللي انا من خلال الكلينيكال والاكزامينيشن لقيت فيها ان هو عندها diminished breath sound وعندها diminished chest expansion على الناحيه الرايت وعنده ستوني دالنس على الناحيه الرايت. يعني انا عندي unilateral disease. ممكن يكون عندي other causes of pleural effusion. احنا قلنا الحاله بتاعتنا دي عباره عن بارا نيومونيك بلورال افيوجن، يعني نيومونيا كومبليكيتد. ممكن يكون البيشنت ده عنده افيوجن نتيجه اسباب اخرى، ان هو يكون عنده مثلا كايلوثوركس اللي هو عباره عن وجود كايل في البلورال كافيتي، او عنده هيموثوركس وجود بلد في البلورال كافيتي. ممكن تكون الحاله لوبر نيومونيا بس مش كومبليكيتد، ممكن يكون في ماسيف كولابس لاي سبب من الاسباب فورين بودي مثلا، ممكن يكون نيوموثوركس ومش فلويد، يعني يكون في اير في البلورال كافيتي وما فيش فلويد. طيب هاو تو كونفيرم ذا دايجنوزس؟ من خلال كلينيكال دايجنوزس، من خلال راديولوجيكال دايجنوزس، ومن خلال لابوراتوري دايجنوزس. اول حاجه كلينيكال دايجنوزس السيمبتومز اللي هو بيبقى عندي سيمبتومز اند ساينز اوف اندرلاينج ديزيز. يعني انا عندي البارا نيومونيك افيوجن ده عندي فيه نيومونيا، فيبقى عندي سيمبتومز ساينز بتاعت النيومونيا اللي هو الفيفر والكف واللي هو والريسبيراتوري ديستريس، تمام. او وعندي السيمبتومز اوف بلوران ديزيز، عندي سيمبتومز اوف ان هو في الاول بيبقى احنا عندنا البلوره دي عباره عن تو لايرز، الفيسرال لاير والبرايتال لاير، بيبقى نورمالي ما بينهم كميه صغيره من الديفيوجن، كميه يعني كميه فلويد صغيره جدا بتسمح بحركه البرايتال على الفيسرال بلوره. لو حصل انفلاميشن في الاول بيحصل ان الفلويد ده بيختفي، وبالتالي فتبقى الحركه ما بين البرايتال والفيسرال بلوره بتعمل بين، تمام، نتيجه الانفلاميشن اللي موجود، فيبقى ده اللي اسمه البلورزي. وبيميز البلورز ده ان هو بيزيد مع الانسبيريشن وبيقل مع الاكسبيريشن، عشان مع الانسبيريشن الحركه بتزيد ما بين الفيسترال برايتال بلور، تمام. او ان هو ان بدل ما كميه الميه قلت لا كميه الميه زادت، وبالتالي البين هنا هيختفي مش هيبقى فيه بلورزي، تمام، ولكن هيبقى فيه نوع تاني من البين، ان اللارج اماونت من الافيوجن او من الفلويد اللي موجوده في البلورال كافيتي بتبدا تعمل لي تشست كومبريشن، تعمل لي ارثوبنيا، تمام، وممكن تدخلي في سينوزس. طيب بالنسبه للكلينيكال دايجنوزس او اللي هو ريسبيراتوري اكزامينشن، بالانسبكشن بنلاقي فيه ليميتيشن من موفمنت اون ذا افكتد سايد. بالبالبيشن هلاقي ان اللارج افيوجن بيعمل لي شيفت الميديا ستاينم تو ذا اوبزيت سايد. ايه هو الميديا ستاينم؟ الاقي ان التراكيه والابكس اوف ذا هارت حصل لهم شيفت للناحيه الثانيه، تمام. يعني انا عندي رايت سايد بالبلورال افيوجن هلاقي ان التراكيه والابكس اوف ذا هارت حصل لها شيفت تو ذا ليفت سايد. كمان بلاقي فيه ديكريز داكتايل فوكال فريمتس، تمام، لان في الحاله دي انا بسمع على الفلويد الموجود في البلورال كافيتي، على عكس الكونسوليديشن بس بلاقي فيه انكريز داكتايل فوكال فريمتس. بالنسبه للبركشن بلاقي فيه بيزل ستوني دالنس رايزنج للاكزيل، ولاقي فيه هايبر ريزونانس ابوف ذا ليفل اوف افيوجن. في الحته اللي فوق الافيوجن كده الاقيها بقى هايبر ريزونانس، لان بيحصل كومبنسيشن هايبر انفليشن فوق الليفل بتاع الافيوجن. بالنسبه للاوسكالتيشن هلاقي فيه ابسنت بريث ساوند على الاريا اوف افيوجن، وممكن اسمع برونكيال بريثنج ساوند على عند الابر ليفل بتاع الافيوجن. طيب تاني حاجه راديولوجيكال اكزامينشن، هنعمل ايه؟ هنعمل تشست اكس راي او سيتي تشست. بالنسبه للتشست اكس راي زي ما احنا شايفين كده حاجات كتير في التشست اكس راي دي، مثلا اللي هي موجوده على الناحيه، تمام، عملي اوبليتريشن للرايت كوستوفرينيك انجل ورايزنج للاكزيما، فده طبعا تيبيكال رايت سايد بلورال افيوجن. الناحيه دي في الاشعه الثانيه دي لاقيني هوموجينس اوبستي ورديه عامله لي موجوده في الناحيه الشمال كلها، عملت لي برده اوبليتريشن للليفت كوستوفرينيك انجل، بس هنا لان هي ماسيف افيوجن، تمام، عمل لي شيفت الميديا ستاينم تو ذا اذر سايد، يعني الهارت كله راح للناحيه الشمال والتراكيه كمان اهي شيفتت للناحيه الشمال، بس ايه على الناحيه الرايت عملت لي اوبليتريشن للرايت كوستوفرينيك انجل. بس هنا مميز ليه ان انا لقيت خط مستقيم، الخط المستقيم ده اسمه فلويد ليفل، ده معناه ان في اير ومعناه في فلويد. فالحاله دي عباره عن هايدرو نيوموثوركس او باي نيوموثوركس، تمام. طيب امتى بعمل السيتي بقى؟ لو انا شكيت يعني تيبيكال هو ده الافيوجن خلاص، طالما بالمنظر ده اوكي تمام بنبدا نتعامل مع الحاله دي افيوجن مشخص. لكن ممكن اعمله لو ما لقيتش الشكل التيبيكال ده، انا ممكن يكون حصل بقى حصل ريكيليشن للافيوجن، تمام، في البلور زي ما احنا شايفين بقى عباره عن بوكيتس، تمام، اهي بوكيتس، ده بيبقى انسيستد امبايما او انسيستد افيوجن، تمام، دي كومبليكيشن الافيوجن نفسه. طيب ايه اللابوراتوري دايجنوستس اللي بنعملها؟ طبعا حاجه مهمه جدا، انا عندي فلويد موجود في البلورال كافيتي، هعمل ايه؟ هاخد عينه منه، هعمل اسبيريشن او اللي هو ثوراكوسنتيسيس من خلال سرنجه، بسحب عينه من البلورال فلويد وابدا ابص على حاجات معينه فيه، هحللها فيزيكال وكيميكال وبكتيريولوجيكال، اعمل عليها كلتشر سنسيتيفيتي واعمل عليها اشوف السيت السيلز اللي موجوده فيه. قبل بس ما نتكلم عن الكاركتر بتاعه الافيوجن نفسه، في عندنا نوعين من الافيوجن، في اكسيبت وفي ترانسيبت، بس نبقى عارفين اول اللي بيعمل الاكسيبت انه ممكن يكون في بص في البلورال كافيتي اسمه بايثوركس، اسمه كايلوثوركس. اما الترانسيبت ده عاده بيبقى بايلاترال، تمام، وبيبقى سكندري للسيستميك ديزيز. يعني مثلا حاله عندك كونجستيف هارت فيلير، نيوتريشنال، حاله هايبوثايرويديزم، تمام، ده بيعمل لي افيوجن وعاده بيبقى ترانسيبت. طيب ايه بقى الفرق ما بين الاكسيبت والترانسيبت؟ افرق ما بينهم ازاي؟ اول حاجه مش انا سحبت
سرنجه من البلورال فلويد هبدا ابص على القرن. لو لقيتها كلاودي تربت كده يبقى ده اكسيدنت، لو لقيتها كلير سيرس يعني يبقى ده ترانزيت. بعد كده ابدا اعملها كيميكال وفيزيكال اناليسيس، اشوف كميه البروتين، لو لقيته اكتر من 3 جرام بير ديسيلتر ده اكسيدنت، لو لقيته اقل من 3 جرام بير ديسيلتر ده ترانزيت. اشوف السبيسيفيك جرافيتي، لو لقيتها اكتر من 1016 دي عباره عن اكسيدنت، لو لقيتها اقل من 1016 يبقى دي ترانزيت. هشوف الجلوكوز، لو لقيت بشوف الجلوكوز في البلورال فلويد والجلوكوز في السيرم، لو لقيت الجلوكوز في الاكسيد اقل من السيرم ده معناه اكسيد، لو لقيته ذا سيم از السيرم ده ترانزيت. الوايت بلاد سيلز لو لقيت اكتر من 1000 سيلز بير كيوبيك مليمتر ده اكسيد، لو لقيتها اقل من 1000 ده ترانزيت. البي اتش لو لقيت اقل من 7 بوينت ان هو 7.2 دي معناها ان هو اسيدك يعني ده اكسيد، لو لقيتها اكتر من 7.2 دي معناها ترانزيت. ال LDH لو لقيتها اكتر من 200 يونت بير لتر دي معناها اكسيدت، لو لقيتها اقل من 200 يونت بير لتر دي ترانزيت. في حاجه ثانيه ان انا اشوف ال LDH اللي موجود في السيروم واشوف ال اللي هو الموجود في البلورال فلويد واشوف ال H اللي موجود في الاكسيدت اكتر من 200 اللي موجود في السيروم ده معناها اكسيدت، تمام؟ او اكتر من 6 من 10 يعني اللي موجود في السيروم. طيب ايه التريتمنت بقى؟ انا عندي فلويد في البلورال كافيتي، والله لو اديت انتي بايوتيك من هنا لبكره مش هيتحسن، طالما في لاكيريشن لفلويد يبقى حله ان انا بعمل سيراكو سنتيسيس. وما انساش ان احنا قلنا ان ايه؟ ان ده عباره عن نص كومن في الاطفال وعباره عن نيمونيك افيوجن، فبدي بعمل تريتمنت الاندرلاين كوز ان هو بعالج النيمونيا، وابدا بعد كده بعمل ان هو ايه؟ اسبيريشن للفلويد من خلال انتركوستال تشيست تيوب. طيب لو الافيوجن ده نتيجه كونجستيف هارت فيلير، في الحاله دي لو هو ماسيف افيوجن، لو هو ماسيف افيوجن هسحب تمام، هعمل سيراكو سنتيسيس لا، وفي نفس الوقت اعمل تريتمنت الكونجستيف هارت فيلير. لو بايلاترال مش هاجي ناحيته، اعالج الكونجستيف هارت فيلير وهو يتحسن لوحده. طيب في عندنا بقى حاجه اسمها سبيشال فورم اوف بلورال افيوجن. ايه هو السبيشال فورم دي؟ اللي هي الامبايوم. يعني ايه امبايوم؟ دي عباره عن اكيميشن اوف باس بقى في البلورال سبيس، يعني مش مجرد اكسيد بس، ده عباره عن باس يعمل لي امبايوم. طيب ايه هو الاورجانيزم اللي بيعمل لي باس؟ الموست كومن طبعا الستاف اوريس، 90% في الانفنت والتشندرن الستاف اوريس هي الموست كومن تمام، وهي اللي بتعمل لي البارانيومونيك افيوجن، وكمان ممكن يسببها الستريبت نيومونيا وممكن هيموفلاس انفلونس. طب هي اسباب ايه اللي ممكن يجمع لي باس في البلورال كافيتي؟ انه ممكن يكون عندي يكون في لانج ديزيز، زي مثلا يكون في لانج ابسس او نيومونيا تعمل لي امبايم، عندي سبفرينيك ابسس تعمل لي امبايم، ان هو بوست تروماتيك اكسيدنت مثلا وحصل ان هو في دخل اي فورم بودي ولا حاجه، في الحاله دي برضه هتعملي امبريما. بوست اوبريتيف بعد عمليه جراحيه يحصل انفكشن تمام، او يحصل بلاد سبريد، حاله عندها سبسس وتدخليه في امبريما، او ايتروجيني يعني اثناء تركيب مثلا سنترال فينس لاين ولا حاجه ندخل يدخل انفكشن فتعملي امبريما. طب ايه هو الباثولوجي؟ عندنا اللي بيحصل ايه؟ ان هو في باص موجود في البلورال كافيتي، البراشنش الباص ده هيحفز ما بين البرونكاي والبلوره تمام، تعملي بابلنج للاير كده تمام، ودي بتبقى ايه مع البص، او يحصل سك وولد ابسس يعني يحصل ميديكيليشن زي السي تي اللي احنا شفناها قبل كده، تبقى ليكيليتد كده ابسس تكون اورجنايز انتو سك ان الاستيك انفلوب بين اند لانج ميك كولابس. طبعا من كتر الفايبروزس اللي بيبقى موجود في البلورال كافيتي يبدا يعمل لي ايه؟ يعمل لي لانج كولابس، ما يخليش اللانج بتاعتي تبرد. طب ايه هي كلينيكال مانيفستيشن؟ التيبيكال كلينيكال مانيفستيشن بيبقى عند انفنت او بري سكول تشايلد كان عنده نيومونيا زي الحاله بتاعتي، وبعد كده تريتد ويز ان ابروبريت او اديكوت تريتمنت تمام، او ان الاورجانيزم استاف يعني ستورمي كورس تمام. في الحاله دي ايه اللي يحصل؟ بعد ما الحراره تبدا تتحسن يوم ولا حاجه يحصل صدم اونست هاي جريد فيفر ويحصل ريسبيراتوري ديستريس تمام، وابدا اشوف الساينز اوف بلورال افيوجن من خلال الشست اكزامينشن. ايه الانفستيجيشن اللي هنعملها؟ طبعا هنعمل تشست اكس راي ونعمل سي تي زي اللي احنا عملناهم قبل كده تمام، وبعمل سيراكو سنتيسيس. طب ايه اللي يفرق لي اللي هو الافيوجن العادي من الامبايما؟ في حاله الامبايما بلاقي فيريلانت اكسيدنت البوليمورف نيوكلير نيتروفيلز بلاقي اكتر من 5000 سيل بير كيوبيك مليمتر، اعمل بعد كده جزء اورجانيزم اعمل له جرام ستين واعمل له كلتشر سنسيتيفيتي واطلعه. طيب هدفي الجول اوف تريتمنت في حالات الامبايما ايه؟ طبعا اعالج الانفكشن، عندي انتي بايوتيك طبعا اجريسيف انتي بايوتيك، هعمل درين فيريلانت افيوجن اديكوتلي اند كومبليتلي من خلال انتركوستال تشيست تيوب، واعمل ري اكسباند ذا لانج تو فيل ذا بلورال سبيس تمام من خلال فيزيو سيرابي للشيست، وطبعا لو في اي كومبليكيشن ابدا اتعامل معاه. في الاول خالص التريتمنت هيبقى في صوره ايه؟ اعمل جود درينج، ما احنا قلنا ده مين لايف تريتمنت جود باص لكيريتك، هدي زي هدي طبعا الكورس ده بيبقى كومبليكيتد نيمونيا ممكن تاخد لها من 2 ل 4 و6 اسابيع، هدي من 2 ل 4 اسابيع انترافينس او انترامسكلر انتيبيوتيك واكمل في البيت اورال على 2 اورال دلا انتيبيوتيك وانالجيتك وادي لايف دايت. في حاله كرونيك امبايما بقى خلاص حصل لي ريكيليشن تمام، وبقى بقت سكند كده باللورا بعمل ديكورتيكيشن، ده عباره ان انا بعمل بيلينج للبلورال كافيتي
تمام؟ يعني بعمل تقشير للبلوره او ان انا اشيل الفيبرنس ان هو يعني من خلال جراحيا اشيل اللي هو السيبتي اللي موجوده ما بين البرايتل والفيسترال بلور. طب هدي الانتيبيوتيك ازاي؟ طبعا لحد ما يطلع لي كلتشر سنسيتيفيتي ببدا على حسب السسبكتد اورجانيزم، احنا قلنا المست كومن ستاف اوريس، فبدي اوكسيسيلين او فيرسجينيشن كيفالسفورون، ممكن انتي فانكومايسين لو نيموكوكاي هدي سيفروكزيم او سيفوتاكزيم او سيفترايكزول، ممكن ندي برضو ان هو الجروب بتاع الامبسيلين والاموكساسيلين. الهيموفلس انفلونزا بدي سيفوتاكزيم او سيفترايكزول، ما ننساش ان احنا قلنا هندي بارينترال وبعد كده هنكمل في البيت على اوفر. طيب في نوع عندنا نوع تاني، في عندي نوع تاني، في نوع بقى ان انا اللي هو النيوموثوركس ده ديفرنشال دايجنوز قلنا البلورال فيوجن، ان انا بدل ما يبقى عندي في اكيوميشن للفلويد في البلورال كافيتي يبقى عندي اكيوميشن للاير في البلورال كافيتي. طيب definition on the presence of air in the pleural space. طب ايه اسباب النيوموثوركس؟ ممكن يكون spontaneous نيوموثوركس او تروماتيك. ايه هو spontaneous؟ ان هو يكون برايمري ما فيش اي سبب خالص، هو مجرد ان هو عنده سب بلورال بليف، دي عباره عن حاجه سمول سيست صغيره كده موجوده في الايركس بتاعه الابر لوب، ومع اي بريجر مثلا راكب طياره او تعرض لبريجر طلع مثلا تسلق جبل او حاجه ممكن يحصل، او مجرد كحه شديده يحصل نيوموثوركس. تمام ده بيبقى البيشنت ده عاده اسيمبتوماتيك فديسكفر ذا اكسيدنت اللي بعد النيوموثوركس نفسه، او ان هو سكندري لمثلا نيومونيا، عنده برونكيال ازمه، عنده لونج ابسس، عنده لونج سيست او سيست فيبروزس، ويحصل النيوموثوركس سكندري للحاجات اللي موجوده في اللونج، او ان هو يكون تروماتيك. التروما دي ممكن تكون اكسيدنت اثناء اكسيدنت، او نوع ايتروجينيك اثناء تركيب ايه سنترال فينس لاين. دي السابلورال بليب اللي احنا بنتكلم عليها، تبقى بوكت صغيره من الاير كده موجوده في البسترال بلورا اهي زي ما احنا شايفين، تبقى حاجه صغيره مع مجرد كحه عنيفه او زي ما قلنا تعرض ديجيتال تبدا ترابشر تعمل النيوموثوركس. طيب ايه هو الباثولوجي؟ في عندنا ثلاث انواع من النيوموثوركس، ان هو يكون كلوز نيوموثوركس او اوبن نيوموثوركس او تنشن نيوموثوركس. ايه هو كلوز نيوموثوركس؟ هنا عندي في المفروض ان هو يحصل لي عشان يدخل لي هواء ده في عندي تير في البلور. في الكلوز ان البلور التير اللي حصل ده حصل له سيل، يعني حصل له هنا تمام؟ وبيبقى عندي وعندي البلورال كافيتي بريشر بيبقى اقل من الاتموسفيريك بريشر زي الصوره دي، ان انا عندي فيه اهو عندي فيه هواء في البلورال كافيتي وكان فيه هنا بلورال تي حصل له كلوز، بيبقى عندي هنا البريشر في الموجود في البلورال كافيتي اقل من موجود من الاتموسفيريك بريشر. تاني حاجه الاوبن دي الموجود في الهواء داخل وخارج. طيب والبريشر البريشر في البلورال كافيتي بيبقى ايكوال للبريشر الموجود في الاتموسفيريك بريشر. بالنسبه للتنشن هنا بقى في الحالات دي انا عندي البلورال تي بيعمل حاجه اسمها بولاند فالف ميكانيزم، يدخل هواء وما يخرجوش تمام؟ اهو زي ما احنا شايفين عندي بلورال تي صغير جدا يعمل لي حاجه كده زي صمام يدخل الهواء ما يخرجوش، فبالتالي هيبقى عندي البلورال البريشر في البلورال كافيتي بيبقى اعلى منه في الاتموسفيريك بريشر تمام؟ ده اللي هو التنشن نيوموثوركس، ده الموست سيفير فورم. الكلينيكال بيكتشر بنلاقي في سيمبتوم ساينز اوف اندرلاينج ايتيولوجي، مثلا عنده سيمبتوم ساينز من البرونكيال ازمة للسيستيك فايبروزس للونج ابسس، والاقي فيه كميه ايه سمول اماونت من الاير ممكن تبقى ديسكفرد اكسيدنت بالشست اكس راي، او ممكن الاقيها بايه بماسيف فيو ماسيف نيوموثوركس. طيب لارج اماونت لو زاد الاير في البلورال كافيتي هيجي لي بتشست بين تمام نتيجه الاريتيشن اللي موجود وكميه الهواء الكتير اللي موجود، الضغط اللي ممكن يعمل لي ساينوزس في ديزني وزاوت ساينوزس اهو، في عندي ساينس اوف بلورال اير او ساينس اوف بلورال اير اند فلود، يعني ممكن يبقى اير بس يبقى موجود عندي اير بس موجود في البلورال كافيتي، او الاقي يتجمع معاه مع الوقت ممكن يحصل لي انفكشن على الاير ده فيعمل لي ان هو ايه هايدرونيوموثوركس تمام. طب ايه الساينز خلال الشفت اكزامينشن؟ لما اجي اعمل انسبكشن الاقي اي جريد من الريسبيراتوري ديستريس والفالبيشن، هلاقي عندي ديكريز تكتايل فوكال فريمتس وليمتد تشست اكسبنشن على الناحيه اللي عليها النيوموثوركس تمام. طب بالبركشن هلاقي هنا بقى هايبر ريزونانت او تمبانيتيك، وبالاسكنتيشن ابسنت اير انتري على الايه على اللي هو النيوموثوركس في الاريال افكت. طيب التنشن نيوموثوركس قلنا فيه بريزنس اوف لارج اماونت اوف اير اندر تنشن في البلور سبيس نتيجه وجود اللي هو البول اند فالف ميكانيزم اللي اتكلمنا عليه. طيب بالتشست زي ما احنا شايفين هو الشست اكس راي، لو عملنا شست اكس راي هلاقي هنا اسمها ايه؟ ده اسمها جيت بلاك هايبر بلاك بيبقى اسود، مفيش اي برونكو فاسكولار ماركينج باين تمام، ويعمل لي شيفت الميديا سباينم تو ذا اذر سايد، يحصل اكسبنشن للكونترالاترال لانج از دمينج، اللانج الثاني بيحصل ان هو اللانج بيحصل لها كولابس نتيجه ان هو البريشر الموجود عليها. انترفيرنس وذ فينس ريتيرن ريزلت ان كارديو فاسكولار كولابس، طبعا ده بيضغط على فينس ريتيرن فممكن يدخل لي كارديو فاسكولار كولابس وشوك. طيب الانفستيجيشن احنا شفت في جيت بلينك فاسكولار ماركينج موجوده من خلاله يعمل شيفت ميديا سايد تو ذا اذر سايد ويعمل كولابس اللانج بتاعت الناحيه اللي موجوده عليها، وممكن يعمل كمان كونترالاترال سايز. طيب علاجه ايه؟ هعمل اير از اسبيريتد، اثناء الاسبيريشن احنا بندخل كانيولا بنسمع الهس مي بي هيرد ان كيس اوف نيو تنشن، مجرد ان انا هدخل ان هو الشست تيوب او ادخل ان هو زي سرنجه كده واسحب الهواء بسمع ايه صوت الهواء وهو خارج من ان هو اندر تنشن وهو خارج من البلور.
differential diagnosis زي ما احنا قلنا قبل كده، ممكن يكون ده بلورال فلويد، ممكن يكون نيمونيا سيفير ازمه هيدينا حاجه شبيهه بيها برضو، او دايفراجماتيك هيرنيا. دايفراجماتيك هيرنيا دي عباره عن الانتستاينال ساوندز اللي هي الانتستاينال الانتستين تبقى موجوده في الشست وول، تمام، تعملي نفس حاجه قريبه منها، ودي ديفرنشال دايجنوز مهم. طب بالنسبه للتريتمنت، اول حاجه هنعمل درينج، هعمل درينج من خلال انتركوستال تشست تيوب، تمام. الجنرال تريتمنت بدي انالجيزك وانتي بايريتك وحط الحالة على اكسجين، ده مهم جدا الاكسجين ده، لان اثناء وجود الاير في البلورال كافيتي بيبقى في عندك كميه كبيره من النيتروجين، لما ادي اكسجين ده بيسمح لي بان النيتروجين ده بيطلع من اللنج ويسمح لي بالاكسبانشن بتاع اللنج، تمام. وكمان بندي لايت دايت وندي في اديكوت فلويد، بعالج الاندرلاينج ديزيز، اعالج الازم، اعالج السيستيك فيبروزس، اعالج اللنج ابسس. في حاله الريكيرنت كيسز طبعا دي بتحتاج سيرجري اللي هي الديكورتيكيشن. احنا كده خلصنا المحاضره بتاعتنا، هي محاضره طويله شويه معلش وفيها اكتر من حاجه، بس يعني انا حاولت على قد ما اقدر ابسطها. يو زي ما احنا شايفين هنا، يو ار ماي لونج وزاوت يو بريثنج از اولموست امبوسيبل، ذا بين از اولموست تو سيفير، تشست بين اتكلمنا عليه، تو بي كاونتد از بيرابل، اند لوزينج يو كود فيري ويل كوست مي ماي لايف. فربنا يعافينا جميعا يا رب ان شاء الله، تمام. لو في اي اسئله ممكن ننزلها تحت الفيديو او اثناء وجودكم في الكلينيك راوند ان شاء الله. السلام عليكم.